كثيرة، منها تلك المعاناة الكبيرة للأسر في توفير احتياجات الأطفال. ومن بين الشح الكبير في الطعام والماء يعاني قطاع غزة من نقص العديد من الإمدادات بما فيها حليب الأطفال. أنا عندي طفلين بلبسوا بامباز، طفلين، يعني أنا بشتري لطفلين بامباز، بشتري البامباز بثلاث شيكل، بعد ما كان الباكيت كله ب 13 شيكل، يعني كانت تنتين بشيكل. أسعار البامباز طبعاً خيالية جداً، يعني أنت تخيل كل تغيير تحفظه لابنك بدها تكلفك 4 لـ 5 شيكل كل مرة، والولد بده يغير له طبعاً عشان أنت تحافظ على ابنك بدها تغير له أقل شيء 4 مرات 5، فهدول في ال 12 أو 15 ساعة يعني. 24 ساعة بده 6 حبات 5 حبات، يعني بتحكي الولد بكلفك كل يوم 20 شيكل بامباز، ويعني في وضع انه سيء زي هيك كل الاسعار غالية ما فيش دخل على الناس، لانه فيش حليب، بطلنا نجيب حليب فبطلت حليب، يعني من شهرين ونص صرنا نطعميها، يعني مفروض ممنوع انها تاكل اي نوع اكل فوق الـ 6 شهور، من 6 شهور فما فوق، بما انه ما فيش حليب يعني بمشيش معنا، يعني الطفل جعان فيش إشي غير بديل عنه، صرنا نجيب البسكوت، الرز المطحون، سيريلاك، هذا إن كمان يعني بالبنط الخط أحمر إن وجد. أنا بجيبش بامبز، بجيب شرايط وبحط لها إياهم. إيش بدي أسوي؟ إيش بدنا نسوي؟ البامبز حق 2.5 مليون، من وين أجيب؟ واللي زي جوزي قاعد بياخد شؤون اجتماعية، من وين أجيب؟